لمزيد من التفاصيل انضموا إلينا من فيينا مراسلنا نايف نوفل. نايف، بداية، متى سينطلق الاجتماع المرتقب بين منظمة أوبك والمنتجين من خارجها، وما هي أبرز الدول المشاركة من خارج أوبك؟ نعم، هذا الاجتماع المنتظر والذي وصفه أمين عام المنظمة محمد باركيندو مساء أمس أو في وقت متأخر من يوم أمس، وصفه بالاجتماع التاريخي الذي يضع اللمسات الأخيرة على اتفاق فيينا من 30 نوفمبر، حيث خرج وزراء النفط دول أوبك بقرار يقضي بخفض الإنتاج بنسبة 1.2 مليون، وتوصيات للدول خارج أوبك بخفض إنتاجه بنسبة 600 ألف برميل في اليوم. هذا الاجتماع المنتظر ستشارك فيه 10 دول من خارج أوبك، أبرزها روسيا أكبر المنتجين من خارج أوبك، وهنالك يعني يشكل هذا الاجتماع ربما انطلاقة غير مسبوقة، يأتي للمرة الأولى منذ عام 2002، ومن الممكن أيضا أن يشكل يعني مرحلة جديدة لإعادة التوازن في الأسواق والعودة بالأسعار إلى مستوياتها، وآثارها الإيجابية أيضا لن يتوقف على المنتجين. هذا ما أكده باركيندو أمس لنا، قال بأن أثار هذا الاجتماع المرتقب لن يكون إيجابيا فقط بالنسبة للمنتجين، وإنما لصناعة النفط بشكل عام وللاقتصاد العالمي. من وزير البترول والصناعة والبترول الطاقة والصناعة في المملكة خالد الفالح أكد لنا أيضا بأن المملكة العربية السعودية كان لها دورا رائدا في التوازن وضمان استقرار الأسواق، وهذا الاجتماع اجتماع اليوم التاريخي يأتي بعد أشهر عديدة من المشاورات والتحضيرات التي تمت بين المنتجين من داخل أوبك ومن خارج المنظمة. يتوقع أن يعني أن تصل نسبة المشاركات هنا في هذا الاجتماع لأكثر من 20 دولة، يعني جميعها تشكل نصف الإنتاج العالمي للبترول. أوبك وحدها تشكل ثلث الإنتاج العالمي، لكن اجتماع اليوم سيشكل مجموعة البلدان التي تنتج نصف الإنتاج العالمي، وهي الأكثر أو الأعلى إنتاجا وأكثرها يعني تداول تجاريا. هنالك آمال كبيرة تعلق على هذا الاجتماع بالعودة إلى الأسعار الطبيعية خلال العام القادم، ويعني عن وجود خلافات لم يبدي أي الوزراء أو أي المسؤولين في المنظمة أي شكوك من وجود عقبات أمام المشاركين. هنالك رؤية مشتركة من جميع منتجي النفط على ضرورة العودة بالعمل سويا والعودة بالأسعار. هنالك نقطة مهمة يعني أرجو أن أشير إليها، وهو ما تضمن تصريح وزير الطاقة خالد الفالح، قال أن يعني فائدة هذا الاجتماع يعود يعني على المستويين، على المستوى القريب وعلى المستوى البعيد. على المستوى القريب والوسط المتوسط، الفائدة من هذا الاجتماع هو أنه سيعود بالاستقرار على الأسعار، يعني يعيد الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية ويعيد التوازن إلى الأسواق. وعلى المستوى البعيد أيضا هو سيعزز من مستوى التعاون على نطاق أوسع بين المنتجين من داخل أوبك وخارج أوبك، خاصة وأن أنه كما أشرت يأتي للمرة الأولى منذ عام 2002. نعم، نتمنى ذلك من فيينا مراسل نايف نوفل، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفصيلات.